طبعا انا في البدايه طبعا سعيد طبعا في وجودي طبعا في اكبر المواقع موقع في الجول، وسعيد ان انا معاك وشرف ليا طبعا وجودي معاكم. احمد روف حاليا موجود في قطاع الناشئين في النادي الاهلي، تاني سنه ليا في قطاع الناشئين في النادي الاهلي، والامور الحمد لله ماشيه بشكل كويس. في السنه اللي فاتت ابتديت فرقه 2008 وبعدها صعدت فرقه 2001، خدنا بطوله الدوري الجمهوريه، والسنه دي متواجد في فرقه 2006. موسيماني حضر ماتش الانتاج الحربي وحضر لنا تمرينه، والحمد لله ربنا من اشد بمستوى احمد روف التدريبي، وتنبأ ليا بمستقبل كبير في مجال التدريب. عالميا جوارديولا، محليا انا بعشق كابتن حسام حسن، كابتن حسام البدري، دول من كابتن هاب جلال، دول المدربين اللي انا بحبهم. لا غير مبرره، انت المدرب او المدير الفني بيقاس بالبطولات. في مدربين كتار بيعملوا اداء كويس لكن مفيش نتائج، يعني انت بتحاسبني في الاخر على البطولات. واعتقد هو ده الاجمالي لاي مدير فني، اجمالي النجاح اللي هو البطولات. لا انا شايف اللي هو عدم احتفال بدر بنون في القصه دي، لا انا شايف ان هم ينتقدوه شيء سلبي طبعا. برضو الراجل يعتبر ابن من ابناء الرجاء البيضاوي، زي ما يكون مثلا انا ابن من ابناء النادي الاهلي وجبت جون في النادي الاهلي، طبيعي ما بحتفلش. فطبيعي عدم احتفال بدر بنون شيء منطقي. قصه امم افريقيا 2010 دي كنت انا متواجد من قبلها، من 2008 بعد بطوله امم افريقيا اللي كانت في غانا تقريبا، انا جيت امبي، وبعدها من بعد البطوله كنت متواجد مع منتخب مصر بصوره دايمه. فكان يمكن العنصر الجديد وقتها في 2010 قبل القائمه النهائيه 23 لعيب كانت جده، لكن كنت انا متواجد بصوره دايمه، انا وزدان، وانا ومحمد زيدان وعماد متعب، كان وقتها عمرو زكي مصاب. كان الطبيعي طبعا كل الناس متوقعه ان احمد حسام ميدو موجود، حتى وقتها لعبنا ماتش ملاوي، فكان الطبيعي بعد ماتش ملاوي طبيعي احمد حسام ميدو موجود طبعا. فوجئنا باستبعاد احمد حسام ميدو وجود جده، وكان هو المكسب لينا في البطوله. قبل اعلان الاسماء هو كان تقريبا بعد ماتش ملاوي، فهو كان مسافر في الطريق خلاص، يعني بشكل كبير ما كانش موجود. فكان وقتها كابتن حسن شحاته وكنا هنتبلغ بالاسماء من عن طريق الاعلام وكده، كنت انا وقتها انا وعبد العزيز توفيق احنا اللي بلغناه، قلنا له انت موجود في القائمه. فرجع ووقتها سافرنا ماتش مالي في دبي، قعدنا معسكرين في دبي اسبوعين، لعبنا ماتش مالي ماتش ودي في دبي، وهو اللي جاب الجون. كان دي بداية جده. بعدها كان ماتش نيجيريا في أول ماتش في البطولة، نزل جاب جون. طبعا يعني أنا كنت ماتش بنين ده أنا شاركت فيه من البداية، كنت أنا ومتعب راسين حربة، فالكرة دي عملها لي كابتن أحمد حسن كروس بالعرض، حطيتها خبطت في بطن العارضة من جوه ومشت على خط الجون وخرجت وكملها متعب. طبعا كان نفسي طبعا، كان هيفرق كتير معنويا معايا. بص بصراحه كابتن حسن شحاته في البطولات المجمعه او عموما في معسكرات المنتخب كان عامل حاله مختلفه، حاله المكافئات طبعا كان اي لعيب وقتها بيهمه طبعا حته المكافئات. ال 23 لعيب كلهم بياخدوا زي بعض، اللي بيلعب زي اللي ما بيلعبش، زي الاحتياطي زي اللي بره ال 18، كان في حاله اسريه بطريقه فوق ما تتخيل يعني. فكان الامور يعني، وكان ده من اسباب المكسب اللي احنا البطولات، ان هي الامور كلها ماشيه اسره واحده. حتى احنا كان في البطولات اللي هي المجمعه دي كان كل لعيب بيقعد في اوضه لوحده، احنا كنا بعد ماتش الجزائر كان لازم نحصل اي حاجه نفرح الشعب المصري. فمن حسن حظنا جت البطوله دي، بطوله انجولا، بس كان الشعب المصري كله حاطط في دماغه ان احنا رايحين مفيش حاجه تتحقق يعني، كنا هنخرج من الدور الاول دور الثمانيه وهنرجع. الحمد لله الامور مشيت ان هي المره الثالثه على التوالي، فكانت من اغلى البطولات. اه طبعا يعني ماتش الجزائر ده يمكن في اول الماتش من كتر الضغط واحنا كنا محتاجين مكسب رد الاعتبار، طبعا كان تقريبا رفيق حليش او حد زي حليش اللي هو المساج بتاعهم اتطرد في اول 10 دقائق من كتر المشاحنات والضغط العصبي في الماتش، ان هم كانوا عاوزين يكسبوا ويثبتوا ان هم حق مننا في الصعود وكده، لكن احنا كنا محتاجين المكسب ده الرد، وكسبناهم 4، كان من احسن الماتشات في البطوله. ماتش الجزائر ده احنا كنا من وقت ما صعدنا اول المجموعه واحنا يعني مش عاوز اقول لك، احنا كان في اعداد نفسي طار زي ما بيقولوا طار بيت يعني، كان كل اللعيبه مشحونه بلا استثناء، المعسكر كله عاوز يكسب. فكان باينه من اول ماتش يمكن من احسن الماتشات لينا هم ما وصلوش تقريبا للجون، حتى لو بصيت الاجوان كلها جوان شكلها كويس، وكان من احسن ماتشات لينا في البطوله. جون الدقيقه 90 دي خلاص، عارف لما جيل بيسلم جيل خلاص بقت ده مبدا يعني، بقت حاجه اساسيه في اي لعيب بيلعب في النادي الاهلي، هكسب في اخر دقيقه.
في حته العامل النفسي في اي فرقه تانية يقول لك ده هيجيبوا جون اي وقت، هيجيبوا جون اي وقت، وفعلا اتكررت كتير يعني في كل الماتشات، دوري، بطولات افريقيا، بطولات كاس، بيحصل القصه دي. فبقت خلاص بقت حاجه زي ما بقول نورمال جوه النادي الاهلي، ان انت جون في الدقيقه 90 91 بقت الامور بشكل طبيعي. حتى دي بتسبب عبء نفسي على الفرق التانية، يجوا في اخر الماتش تحس الفرق التانية متكهربه، لا دول هيجيبوا جون. فالموضوع بقى جوه لعيبه النادي الاهلي امر طبيعي.